بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة قبل ما أبدأ أتكلم عن أي شيء النهاردة وأنا بالنسبة لي الموضوع ده بيمثل أهمية كبيرة جدا جدا جدا، وفاة محمد عبد الوهاب. أنا الحقيقة كنت من الناس اللي كانوا موجودين، وأنا آسف إن أنا بقول أنا، لأن أنا كنت من الناس اللي موجودين على أرض الملعب في وفاة هذا النجم الكبير المحترم. محمد عبد الوهاب كان من أقرب الناس لقلبي، وكان دايما بنقعد نتكلم مع بعض أنا وهو، ودايما كنا بنقعد نحكي في كل شيء. هو كان في بعض الأوقات كان مستر مانويل جوزيه ما بيلعبش محمد عبد الوهاب، فكان دايما بيجي يحكي لنا، بيجي يحكي معايا، يجي يحكي مع أبو تريكة، يجي يحكي مع بركات، يجي يحكي مع جمعة. هو بالنسبة لنا كان صغير سنا يعني، فكان دايما محمد عبد الوهاب الحقيقة بيجي ويقف ويتكلم معانا ويحكي، ولكن بمنتهى الأدب وبمنتهى الأخلاق. محمد عبد الوهاب لما كان يجي يقول لي، مش عايز يقول لي يا إسلام، ما كانش عايز يقول لي يا إسلام، دايما يقول لي يا كابتن يا كابتن يا كابتن. فقلت له يا ابني ما تكبرناش، الله يرحمه يعني، قلت له ما تكبرناش، خلينا يقول لي إسلام عادي. فكان دايما يقول لي أبو بدر، أنا ابني الكبير اسمه بدر، فكان دايما يقول لي أبو بدر. درجة الاحترام والأدب اللي كانت موجودة عند هذا النجم الكبير الله يرحمه كانت تنبئ بموهبة كبيرة جدا جدا جدا. الحقيقة محمد عبد الوهاب بالنسبة لنا كجيل، لكل الجيل اللي لعب مع هذا النجم الرائع المحترم الخلوق اللي عمرنا ما سمعنا منه كلمة. يعني محمد كان بيجي في أوقات كتيرة، مستر مانويل دايما كان بيحب جيلبرتو عن أي حد تاني، فممكن كان يلعب جيلبرتو حتى وهو وحش ويقعد محمد عبد الوهاب احتياطي. ما كنتش دايما بتلاقي محمد من الناس اللي تبدي قلق على الموضوع ولا يبان عليه ان هو زعلان ولا الكلام ده خالص. محمد كان من الناس المحترمة جدا جدا بجد يا جماعة، أنا بتكلم كلام الله يرحمه الله يرحمه. كان زي النسمة، كان زي النسمة. اليوم اللي هو توفى فيه قبلها بيوم كنا بنسجل للكابتن هادي خشبة على ما أتذكر أغنية، وكان موجود معانا وهو كان نفسه يغني، الله يرحمه كان نفسه يغني، كان بيحب إن هو يدندن كده وهو قاعد ويغني، أو سيد عبد الحفيظ، أنا آسف كابتن سيد عبد الحفيظ، كان في اعتزال كابتن سيد عبد الحفيظ. فكان محمد بيحب يدندن، فكانت فرصة قدامه ان هو يغني، وغنى وقعدنا وسهرنا واتبسطنا، وكان قاعد معانا الحقيقة طول القعدة. ما كناش بنحس بمحمد لانه زي ما قلت لحضراتكم احنا كنا جيل تقريبا 27 28 سنة، وكان محمد 20 21 سنة، فكان يحس ان هو اصغر مننا، فكان يبقى مكسوف ان هو يقعد معانا، مكسوف ان هو يدخل في اي هزار معانا. الكلام ده كله، الكلام اللي انا بقوله لكم ده حقائق حصلت مع شخصية نفسي، يعني نفسي أنا حتى أولادي يطلعوا زيه. يعني أنا واحد من الناس اللي أتمنى أن أولادي يطلعوا في أدب وأخلاق وقيمة محمد عبد الوهاب، بعيدا عن كرة القدم وبعيدا عن الناحية الفنية اللي كلنا متفقين عليها. الحاجات دي إحنا بس اللي نعرفها، لأن إحنا كنا بنقعد طول النهار 24 ساعة تقريبا مع بعض في الوقت ده. كنا بنتمرن الساعة 9 الصبح وبنتمرن الساعة 5 بعد الظهر، فكنا بنبقى قاعدين مع بعض طول النهار. كان بيجي معايا البيت يقعد معايا، لان محمد كان من المغتربين فكان بيبقى قاعد لوحده، فكنا دايما بنسعى كان يروح لابو تريكا شويه يقعد معايا، ومش محمد، كل المغتربين في ذلك الوقت كنا بنعمل غدا لده وغدا، يعني الامور كانت كلنا قريبين من بعض. فمحمد ما كنتش تسمع صوته، محمد عبد الوهاب ما كنتش تسمع صوته من كتر ادبه واخلاقه واحترامه. فالله يرحمه يوم وفاته كنا مجموعة من، كان في مجموعة في المنتخب والباقي موجودين في النادي. اليوم ده كان تمرينة يعني كانت خفيفة، لأنه بعدها هيبقى في تمرينة كمان وبعد كده أجازة، فكانت تمرينة هتبقى خفيفة يعني ما فيهاش حاجة، 5 على 2 وبتاع، وبعدين نلعب تقسيمة صغيرة حتى في نص الملعب عشان ما كانتش اللعيبة مكملة، ونلعب تقسيمة. أنا كنت في فرقة وأمير عبد الحميد كان في فرقة، وكنا بنختار كل واحد فينا بيختار مجموعة من اللاعبين. محمد كان بيلعب مع أمير، ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه كان بيلعب مع أمير، وكان وائل رياض موجود، كان مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين في الوقت ده في الجيل ده كانوا موجودين. فكنا مقسمين الفرقة في نص ملعب كده، أو من الـ18 لغاية نص الملعب التاني. محمد فجأة وإحنا بنلعب لقينا محمد وقع، ما يعني كنت انا يمكن من اقرب الناس اللي موجودين لمحمد ومجموعه اللاعبين التانيه،
فجاه لقينا محمد وقع. فطب يا عم محمد يلا قوم عايزين، والموضوع سخن يعني التقسيمه كانت سخنه، كنا بنلعب ده سخن على ده، فيلا يا محمد قوم والعب وبتاع. فلقينا محمد ما بيقومش، ده كل ده في ثانيه او في ثانيتين تقريبا يعني. فكلنا رحنا على محمد، الحقيقه كانت لحظه صعبه علينا كلنا. يعني انا عمري في حياتي الواحد ممكن ينسى حاجات كتيره جدا جدا جدا، ولكن اللحظه دي بالنسبه لنا، بالنسبه للمجموعه اللي كانت موجوده، كانت لحظه صعبه جدا جدا جدا، وانا لا اتخيل ان هي ممكن حد ينساها في حياته. يعني حتى كل ما الواحد يعمل حاجه ويفتكر الواقعه دي، يفتكر الواقعه دي عشان يعرف قد ايه ان احنا في ثانيه كل حد بيروح. محمد كان بيملى الملعب، كان زي ما حضراتكم عارفين بيجري في كل حته ناحيه الشمال، بيعمل اوفرات كويسه في الملعب لما بتشوفه في التمرين في كل حاجه. ففجاه تلاقيه وقع وما بيقومش، فجاه تلاقي محمد وقع الله يرحمه وما بيقومش. فمش مصدقين، احنا ما زلنا مش مصدقين ايه اللي بيحصل، وما زلنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. وكان دكتور ايهاب علي كان موجود في ذلك الوقت، جري على محمد وشاف، قال لك لازم ننقله في عربيه دلوقتي، في عربيه اسعاف. خدنا محمد عبد الوهاب في عربيه وائل رياضه، انا اتذكر الموضوع ده، ورحنا المستشفى اللي جنبنا ما كانتش فيها بعض الامور، رحنا مستشفى اخرى. برضو عمري من اللحظات اللي انا عمري في حياتي ما انساها اللحظه دي، كانت لحظه صعبه جدا 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 علينا كلنا. المجموعه اللي كانت موجوده كلها كانت موجوده، كنا واقفين في الكوريدور في المستشفى ومستنين دكتور ايهاب الحقيقه ان هو يطلع من عند محمد الله يرحمه. طلع الدكتور ايهاب ومشي، وكانت الامور الحقيقه كلنا رحنا له يا دكتور ايه الاخبار، قال لك الله يرحمه. عمرنا ما كنا هننسى، عمري في حياتي، انا واحد من الناس اللي عمري في حياتي ما هنسى اللحظه دي، ودايما هفضل متذكر هذه اللحظه، وهفضل احب هذا الرجل لانه شخصيه محترمه جدا وانسان محترم جدا، يستحق كل التقدير، يستحق كل الاحترام. يمكن حضراتكم ما تعرفوش انا كنت بحب محمد الله يرحمه ازاي، لانه كان من اقرب الناس الى قلبي فعلا، كان دايما موجود عندي الحقيقه، في بيجي عندي البيت ويقعد معايا، وكنت ببقى مبسوط جدا بوجوده معايا. الله يرحمه كان شخصيه محترمه وكنا كلنا بنحبه، وهيفضل دايما محمد عبد الوهاب في قلوب كل الاهلاويه، لانه محمد يعني انا مش عايز اخلص كلام عن محمد الحقيقه يعني، ولكن سيظل دائما محمد عبد الوهاب في قلوب كل الاهلاويه. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. سيظل دائما وأبدا رغم سنواته القليلة بين جدران القلعة الحمراء واحدا من اللاعبين المميزين الذين لا يمكن نسيانهم، محمد عبد الوهاب جو جو، والذين تزرف جماهير الكرة المصرية على اختلاف ألوانها الدموع كلما تذكرته. إنه أسطورة راحلة تجسد العشق الجارف للكيان الأحمر حتى الموت فوق أرضه بين تراب ملعب مختار التتش التاريخي. إنه عملاق الجبهة اليسرى وأسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد عبد الوهاب. ولد محمد عبد الوهاب في قرية سنورس بمحافظة الفيوم في الأول من أكتوبر عام 1983، وبدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 سنة في مركز شباب سنورس، ومنه انتقل لمركز شباب الألومنيوم، وقبل أن يتم عامه 18 كان يلعب للفريق الأول بنادي الألومنيوم في نجع حمادي. أجبرت موهبة اللاعب المتألق في صعيد مصر حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على ضمه لصفوف منتخب الفراعنة المتوج بكأس الأمم الإفريقية للشباب في بوركينا فاسو عام 2003. ثم بلغ دور 16 في كأس العالم للشباب بالإمارات في العام ذاته،
وفي الإمارات التقطت أعين الكشافين هذه الموهبة، ووجد فيه نادي الظفرة تأميناً لمستقبل الجبهة اليسرى في النادي، فتعاقد معه، لكنه لم يرتدي قميص بطل الإمارات بعد أن أعاره لنادي إنبي. الهدف الثاني، الهدف الثاني لإنبي، صاروخ يا محمد عبد الوهاب. ومن بوابة الفريق البترولي دخل محمد عبد الوهاب منتخب مصر الأول للمرة الأولى مع المدرب السابق الإيطالي ماركو تارديلي، وخاض مباراته الدولية الأولى أمام السودان في تصفيات مونديال 2006، وسجل خلالها هدفاً هو الوحيد له مع المنتخب الأول. وفي يونيو 2004 طلب البرتغالي الخبير مانويل جوزي من إدارة الأهلي ضم محمد عبد الوهاب، وحصل الأهلي على اللاعب بعقد إعارة لمدة عامين بعدما أنهى الأسطورة محمود الخطيب بنفسه الصفقة مع مسؤولي النادي الإماراتي قبل أن يضمه بشكل نهائي بعد ذلك. وواجه ظهير الشاب صعوبة لحجز مكان أساسي في تشكيلة الأهلي في وجود العملاق الأنغولي جيلبرتو، لكن الفرصة جاءته على طبق من ذهب في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2005 أمام النجم الساحلي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها جيلبرتو، ليبدأ عبد الوهاب في السيطرة على الجبهة اليسرى للمارد الأحمر بلا منازع. مشوار محمد عبد الوهاب مع الأهلي يتلخص في 26 مباراة ببطولة الدوري، منها 8 مباريات في موسم 2004-2005 و18 مباراة في موسم 2005-2006. سجل خلالهم عبد الوهاب 3 أهداف مع الأهلي في مرمى الكروم وفي مرمى إنبي، وثالث في مرمى الإسماعيلي. وفي بطولة كأس مصر ساهم محمد عبد الوهاب في فوز الأهلي باللقب موسم 2005-2006 وسجل هدفين، الأول في مرمى إسمنت السويس والثاني في مرمى حرس الحدود، وشارك عبد الوهاب في جميع مباريات البطولة الخمس. أما في دوري أبطال إفريقيا فشارك في 9 مباريات وسجل هدفاً في مرمى توسكر الكيني في إياب دور 32 بالقاهرة يوم الجمعة 31 من مارس 2006، وفاز الأهلي 3-0. كما شارك في مباراة السوبر الإفريقية التي فاز بها الأهلي أيضاً عام 2006. حصيلة محمد عبد الوهاب في موسمين مع الأهلي كانت الفوز بلقب الدوري مرتين ومثلها في كأس مصر، وكذلك في السوبر المصري، بالإضافة لدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي. أما مع منتخب مصر ففاز بثلاثة ألقاب، هي كأس الأمم الإفريقية للشباب 2003، ثم كأس العالم العسكرية رقم 41 في ألمانيا عام 2005، وأخيراً كأس الأمم الإفريقية 2006 رفقة منتخب الفراعنة الأول. وفي يوم حزين للكرة المصرية في 31 من أغسطس عام 2006، وبينما كان محمد عبد الوهاب يتألق في ميران الأهلي تحت سماء ملعب التتش، سقط فجأة في أرض الملعب وتوقف قلبه عن الحركة، ليتوفاه الله في المكان الذي عشقه من أول يوم وتمنى منذ داعبت قدماه الكرة أن يرتدي قميصه يوما ما. الحقيقة برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد عمره ما هينساها جنازة محمد عبد الوهاب. جنازة محمد عبد الوهاب كانت جنازة مهيبة جدا الحقيقة، كانت أعتقد أن كانت كل الفيوم، كل قرية سنورس كانت موجودة في هذه الجنازة. طبعا احنا كنا لسه صغيرين، كان يعني كنا اصغر من دلوقتي بكتير ب 15 سنه تقريبا او ب 16 سنه. الجنازه دي كان فيها كل لاعبي منتخب مصر في ذلك الوقت، كل الجهاز الفني، كل لاعيبه النادي الاهلي، كل الجهاز الفني للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين كل محبي محمد عبد الوهاب اعتقد في مصر كلها جم اليوم ده. اليوم ده بالنسبة لنا كان يوم صعب جدا جدا جدا، مش عايز أقول لحضراتكم إيه اللي حصل اليوم ده، حاجات كتيرة جدا. كنت أنا وبركات وشادي كنا احنا التلاتة رايحين في عربية واحدة، وعلى اللي حصل اليوم ده لغاية لما روحنا احنا مش مصدقين. أنا الله يرحمه
توفى يعني، قعدنا فترة طويلة جدا لغاية لما استوعبنا الموضوع ده. لكن في النهاية محمد الله يرحمه سيظل دائما في قلوب كل الأهلوية. أنا دايما لما باجي أقعد أتكلم مع أولادي، لما باجي أقعد أتكلم مع أولادي بقول لهم يا ريتكم كنتوا شفتوا الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وكنتوا تطلعوا نص أدبه أو نص أخلاقه. ده كلام حقيقي، وأنا بوجهه لكل الشباب. أتمنى النهاردة أن كل الناس الأهلوية وغير الأهلوية الحقيقة، لأن محمد كان محبوب من الجميع، من كل المصريين. أتمنى أن النهاردة يبقى فيه دعاء لهذا النجم الكبير، هذا النجم المحترم، لأنه بالفعل يستحق. محمد عبد الوهاب أنا عارف أن كل الأهلوية بيحبوا هذا الشخص وبيحبوا هذا النجم. فالنهاردة يعني دايما كده بالليل، وحضرتك بتصلي بالليل، لو بتصلي ادعي، ادعي لمحمد عبد الوهاب، لأنه يستحق الدعاء ويستحق الحقيقة قلوب، ان هو يدخل قلوب ويظل دائما في قلوب كل الأهلوية. محمد هيفضل دايما في قلبي، هيفضل دايما في قلوب حضراتكم، وانا متأكد من هذا الموضوع. دايما اليوم ده بيعدي عليا صعب جدا جدا جدا. البعض يتخيل، مش انا لوحدي الحقيقة، هو جيل كتير الناس اللي عاشرت وعصرت محمد عبد الوهاب، هتلاقوا اليوم النهاردة بالنسبة لهم يوم صعب جدا جدا جدا، لانه خصوصا الناس اللي كانت موجودة في الملعب لحظات وفاة الله يرحمه محمد عبد الوهاب. عموما هي كانت لحظات صعبة جدا جدا جدا، ولكن عزائنا الوحيد ان هو دايما هيفضل محمد في قلوبنا، ودايما كل جمهور النادي الاهلي بيدعي له وهيفضل يدعي له، لانه من الناس اللي بتخش قلبك كده مرة واحدة بعيدا عن اي شيء اخر. محمد يخش قلبك كده مجرد اول ما تشوفه. فالله يرحمه يستحق الدعاء، الله يرحمه هيفضل دايما في قلوبنا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنكمل بقية هذه الحلقة ببعض أخبار النادي الأهلي قبل ما نستقبل ضيفنا النهاردة، وهنتكلم أيضا عن محمد عبد الوهاب لأنه كان متواجد في هذه اللحظات، النجم الكبير الكابتن أحمد ناجي. ولكن هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن أخبار أو أهم أخبار النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. الحقيقة موضوع الإشاعات ده بقى حاجة سخيفة جدا، من حق كل واحد طبعا ان هو يجتهد ويشوف من وجهة نظره ايه اللي بيحصل. بتكلم على المواقع الإخبارية وعلى السوشيال ميديا وكل حاجة، ولكن ان انت تطلع إشاعات بعينها عشان تمشيها في وسط الناس، الموضوع ده اصبح الحقيقة موضوع تعبنا منه وزهقنا منه، وزهقنا من كتر ما بنتكلم. امبارح كان الموضوع بدر بنون، ان بدر بنون هيمشي، وان بدر بنون موسيماني مش عايزه، وان بدر بنون كذا وكذا وكذا. طلعنا هنا من خلال البيت الكبير نفينا هذا الكلام تماما تماما. موضوع ان بدر بنون مكمل في النادي الاهلي، بدر بنون مكمل في النادي الاهلي. طيب النهارده فوجئنا، وانا هقول لحضراتكم على بعض الحاجات علشان برضو حضراتكم ما تتشدوش مع حد من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، بيحاول دايما يودينا في سكة ان احنا كأهلوية يعني او إدارة الأهلي عايزة تبيع الناس كلها. والحقيقة الموضوع مش صحيح، الموضوع مش صحيح حتى لو فكرنا فيه. وانا هتكلم مع حضراتكم دلوقتي في المواضيع وفي كل اسم لوحده. يعني حضرتك مثلا احنا بنتكلم عن ان محمد الشناوي بيقولوا الى النصر السعودي، محمد الشناوي الى النصر السعودي. طيب خليني اقول لحضرتك حاجة علشان تبقى حضرتك عارف ان كل الكلام اللي بيتكتب بخصوص محمد الشناوي هو كلام غير صحيح. النصر بيغلق اجانبه بالتعاقد مع انسيلمو بدلا من المصاب بيتي، خلاص، ليكون اجانب النصر 7. اذا محمد الشناوي الى النصر السعودي هو كلام كاذب، لانه مش انا اللي بقول، ولكن نادي النصر السعودي هو اللي بيقول ان هو اكتمل عندهم 7 اجانب، اكتمل ال7 اجانب عندهم. فبالتالي محمد الشناوي موضوع منتهي. خلينا نروح للي بعد كده، حسين الشحات الى الحزم السعودي. هل حسين الشحات هيروح للحزم السعودي؟ طيب حسين الشحات اللي ضحى بفلوس كتيره جدا عشان يكون متواجد في النادي الاهلي، حسين الشحات تعرض لبعض الانتقادات خلال فتره من الفترات، وهو نفسه كان بيقول هذا الكلام ان هو عايز يعلى بمستواه، ولكن المستوى اللي حضراتكم شفتوه لحسين الشحات في النصف الثاني من هذا الموسم يسمح بان لجنه التعاقد تمشي حسين الشحات، لجنه التخطيط تمشي حسين الشحات توديه اعاره للحزم السعودي؟ بمنتهى المنطقيه انا باخد بس كل الاسماء علشان تبقوا حضراتكم عارفين. بالنسبه للشناوي النصر السعودي قفل
السبع اجانب اللي عنده. بالنسبه لحسين الشحات معرفش هل ممكن حد يفكر من طبعا زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، كل من لا يشجع النادي الاهلي او بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيروحوا للسكه دي علشان تحصل الدربكه اللي المفروض هم عايزينها تحصل، اللي المفروض ان هم عايزينها تحصل. ولكن هنرد واحده واحده. طاهر محمد طاهر، اشمعنى حسين الشحات وطاهر؟ خلينا نتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. عشان بيرسي تاو وميكي سوني، عشان نادي الاهلي جاب بيرسي تاو وميكي سوني. طيب هو بيرسي تاو هيلعب على طول وميكي سوني هيلعب على طول؟ مش هيتصابوا؟ ده لو لعبوا اساسي مش هيتصابوا لا قدر الله، مش مستواه مش هينزل، ده لو لعبوا اساسي مش هيتوقفوا انذارات. فاحنا ايه هنمشي حسين الشحات وهنمشي طاهر محمد طاهر علشان هم احنا جايبين اتنين سوبرمان يعني ما بيبطل ده لو يعني لو كان هناك قرار بان هم يلعبوا يعني. ما فيش حاجه اسمها روتيشن لما يبقى عندك حد في قيمه حسين الشحات ولما يبقى حد عندك حد في قيمه طاهر محمد طاهر. خلاص بالعقل يا جماعه، خلينا نفكر مع بعض بالعقل عشان انا بيجي لي مسجز كتيره جدا من انا معتقد ان هم مش اهلاويه الحقيقه. كل الناس اللي بتبعت لي او معظم انا اعرف ناس منهم طبعا عارف ان هم اهلاويه جدا وعايزين يطمنوا على النادي الاهلي، ولكن انا عارف ان هم الباقي دول مش ما بيشجعوش النادي الاهلي، وبالتالي انا برضو بحاول ان انا ارد مع حضراتكم بمنتهى الصراحه وبالمنطق وبالعقل، مش مجرد كلام بنقوله وخلاص. ده بالنسبه للشناوي، بالنسبه لحسين الشحات، بالنسبه لطاهر محمد طاهر اللي رايح سموحه وقال لك ان في قاعده، كل ده عشان الكابتن خطيب كان قاعد مع المهندس فرج عامر وخلصوا الصفقه بتاعه حسام حسن. وبالمناسبه صفقه حسام حسن هي صفقه النادي الاهلي اتفق مع نادي سموحه على ان حسام حسن هيكون متواجد في النادي الاهلي مقابل مادي قد كده، 1.2315 زي ما اتفق الكابتن خطيب مع المهندس فرج عامر. الاعارات اللي هتروح من النادي الاهلي لسموحه كلها هتبقى اعارات بفلوس ثانيه ملهاش علاقه بالصفقه دي، يعني دي صفقه منفرده، والاعارات اللي هتروح لنادي سموحه هي صفقات اخرى او اعارات اخرى او ليها اتفاق اخر. فده بالنسبه لموضوع طاهر محمد طاهر. الناس جابت القعده بتاعت الكابتن خطيب وقال لك طاهر هيروح سموحه. لا يا جماعه، طاهر مش هيروح سموحه، طاهر مكمل في النادي الاهلي. طاهر هناك بعض الامور الخاصه بطاهر محتاج ان هو يطورها خلال الفتره اللي جايه، واعتقد ان موسيماني اتكلم معاه فيها وان جمهور الاهلي في الشارع لما بيشوفه بيتكلم معاه فيها، ولكن طاهر متواجد في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كل شهر بقى بنسمع ان كهربا هيمشي، خلاص كل شهر بنسمع ان كهربا هيمشي، ولكن هل في حاجه رسمي لكهربا في النادي الاهلي؟ حتى هذه اللحظه لا يوجد حاجه رسمي. هل هناك شيء رسمي يقول ان كهربا هيمشي من النادي الاهلي؟ لا الحقيقه مفيش اي شيء رسمي بيقول هذا الامر. رفض عمرو السوليه التجديد، يعني برضو كلام غير صحيح. عمرو السوليه هناك مفاوضات على التجديد لعمرو السوليه، وعمرو السوليه بيبدي موافقته المبدئيه على ان هو يكون متواجد، ولكن من حقه طبعا ان هو يقول انا هاخد قد كده هعمل قد كده، من حقه طبعا، وده اي لعيب في العالم من حقه ان هو يتفاوض، مفيش اي مشكله، لكن الامور ماشيه بشكل جيد. على فكره لما يحصل اي حاجه من المواضيع دي هتلاقونا احنا طالعين نقول لحضراتكم ايه يا جماعه، كذا حصل كذا 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 بالنسبه للاعب الفلاني. مين تاني؟ موسيماني يطلب رحيل بدر بانون واتكلمنا فيها امبارح واتكلمنا فيها تاني النهارده. قفشة ومعلول والشحات والسوليه طالبين زياده مرتباتهم، حتى لو طالبين زياده مرتباتهم، حتى لو طالبين زياده مرتباتهم. بالمناسبه كل واحد من حقه يشوف اللي هو عايزه كلاعب ومجهوده اللي عمله، ولكن هناك عقد دائما بيربط ما بين اللاعب والنادي الاهلي، والنادي الاهلي لا يتراجع في عقوده. وبالمناسبه النادي الاهلي وفي مرات كتيره جدا سابقه حس ان اللاعب اسلام مثلا مظلوم وان هو محتاج يرفع من مرتبه او يرفع من عقده السنوي، بيرفع من عقده السنوي. هذا هو النادي الاهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي. صدقوني يا جماعه كل اللي انا بقوله لكم ده هو كلام صحيح 100%. بدر بانون مكمل، طاهر مكمل، محمد الشناوي مكمل، حسين الشحات مش مسافر. كل ازاي فكر فيها حضرتك ازاي تمشي علشان تشوف الامور بشكل، الا بقى لو حصل حاجه يعني
حد تاني جه من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل الايام اللي جايه، ولكن حتى هذه اللحظه كل الامور مقفوله بالنسبه للي حضراتكم سامعين عنهم، بالنسبه للناس اللي حضراتكم سامعين عنهم او للاعبين اللي حضراتكم سامعين عنهم، دول كلهم كله كلام مقفول. محمد الشناوي مكمل، طاهر مكمل، بدر مكمل، حسين الشحات مكمل، كل هؤلاء اللاعبين مكملين. وان شاء الله ان شاء الله الكل يستعد خلال الفتره القادمه، هنشوف هياخدوا اجازه قد ايه، ويستعد بقى الكل الفتره القادمه علشان يرجع تاني ويبدا بقى للسوبر الافريقي ويبدا الدوري ويبدا الكاس ويبدا البطوله الافريقيه، علشان نرجع مره تانيه نفوز بالدوري ان شاء الله، يعني نفوز بالدوري والكاس كعاده النادي الاهلي دائما. زي ما قلت لحضراتكم مفيش مشكله ان احنا مفيش مشكله، بنزعل وبنتضايق وكل حاجه، عندنا اخطاء، ولكن هناك مؤثرات اخرى اثرت على خساره النادي الاهلي، مؤثرات خارجيه اخرى اثرت على ان النادي الاهلي يخسر الدوري الاخير، ولكن في نفس الوقت عندنا اخطائنا، احنا لا نبرر شيء ولكن عندنا اخطائنا، وكل الفتره اللي جايه بيحاولوا في مجلس او اداره كره القدم بيحاولوا مع المدير الفني ان هم يعالجوا هذه الاخطاء، وده اللي هتشوفوه واضح جدا جدا خلال الفتره القادمه. امبارح اتكلمنا عن جراج النادي الاهلي وافتتاح جراج النادي الاهلي. يا جماعه من فضل حضراتكم، كل مش جمهور الاهلي طبعا، ولكن لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، الموضوع ده مسبب اذى نفسي لناس كتيره جدا والله بجد. كميه مش عارف اقولها ازاي، ولكن كميه السواد وكميه لمجرد ان حضرتك بتحاول ان تظهر بشكل رائع، وده من حقك كنادي، تنظيم رائع، شكل رائع، الدنيا حلوة، كل حاجة حلوة، الناس مبسوطة وهي قاعدة بتتفرج، فخورين ان احنا بنفتتح جراج بيساعد في المرور ويساعد في سيولة المرور حوالين هذه المنطقة. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح، حتى لو بنساعد بلدنا ولو بنسبة صغيرة، النادي الاهلي يعني لو بيساعد بلده ولو بنسبة صغيرة جدا، بنحاول ان احنا نعمل كده، ويعني حاجات جميلة جدا تشوفها وتبص عليها. انا عارف ان في الحاجات دي بتخلي ناس من جواها تبقى مغلولة أو عندها سواد من جواها، إن هو مش عارف يعمل كده، مش عارف يصل إلى هذه الدرجة من التنظيم والاحترام، الشكل العام الرائع، مجلس إدارة محترم، وزير رياضة محترم، محافظ قاهرة محترم، الناس كلها محترمة، فأنا مش عارف أوصل لكده، فهعمل إيه؟ زي ما بقول لحضراتكم دايماً، لا انا مش عارف اكسب الاهلي في الملعب، فبعمل ايه؟ فبخبط فيه في اللي بره الملعب، فانا مش عارف اكسب الاهلي، او مش عارف حتى اتعلم. يا اخي اتعلم، اتعلم التنظيم والاحترام والكلام وكل حاجه، ما عنديش مشكله على فكره، والله ما هيبقى فيها حد يزعل، ما فيهاش زعل ولا فيها اي حاجه خالص. فمن فضل حضرتك اتعلم وشوف، ولو عملت حاجه كويسه هنسقف لك. شوف بقى لدرجه ايه، اتعلم من النادي الاهلي وشوف النادي الاهلي بيعمل ايه. انا مش هرد على حد، انا الاداره هنا في النادي الاهلي او في قناه الاهلي اتخذت ان احنا هنمشي دايما على حاجه اسمها الترند الايجابي. في ناس بتطلع تكتب اي كلام على السوشيال ميديا علشان مجرد ان هي تجمع لايكات وتجمع تعليقات عشان تاخد فلوس، افهموا الكلام ده كويس. في ناس بتكتب اي كلام على السوشيال ميديا علشان تاخد تعليقات، التعليقات كلها سلبية. في فارق كبير جدا جدا بين الترند الإيجابي والترند السلبي. الترند الإيجابي حاجة زي اللي شفناها امبارح دي، حاجة محترمة، حاجة تخليك تبقى مبسوط وفخور وانت قاعد بتتفرج على النادي الأهلي واللي بيحصل جوه النادي الأهلي، تبقى مبسوط وفخور ان انت عندك في بلدك نادي زي ده بيعرف يحترم أعضائه وجماهيره ومحبيه بهذا الشكل اللي حضراتكم شفتوه. مفيش مشكلة إن أنا أتعلم منه، مفيش مشكلة إن أنا أشوف هو بيعمل إيه وأحاول أقلده. النادي الأهلي مش هيزعل بالمناسبة، لأن النادي الأهلي من 1907 لغاية دلوقتي بيعلم ناس كتير، فتعلمه. ولكن شيل اللي جواك، حاول دايما، حاول دايما تطلع اللي جواك، الأسود اللي جواك ده حاول تطلعه علشان تقدر تشوف بعين كويسة وتشوف اللي بيحصل وتسقف وتقول لأ كويس.
انا عارف ان انت ما حدش هيعرف من بعض من لا يشجع النادي الاهلي عمرهم ما هيعملوا كده، انا متاكد وعارف، ولكن فيهم ناس تقدر تعمل كده. فانا استحاله هطلع ارد على حد عايز يلم فلوس ولايكات على سوشيال ميديا، استحاله يا جماعه. احنا هنا هنتكلم دايما في شكل النادي الاهلي وعايزين نعمل ايه مع النادي الاهلي والفتره اللي جايه فيها ايه والكلام ده فيه ايه، لان هو ده الترند الايجابي اللي بتسعى ليه قناه النادي الاهلي، ان احنا الناس تبقى بتتكلم عن قناه الاهلي ولكن بالشكل الايجابي، مش ان هم داخلين يعملوا يعني زي ما غيرنا بيعمل. فالكلام ده كلام مش منطقي. انا عارف ان موضوع الجراج من امبارح عامل، مش عايز اقول لحضراتكم ايه، عامل قصص وحكايات وروايات، معرفش ليه الحقيقه، هو مجرد مؤتمر او افتتاح لجراج داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. من امبارح للنهارده الدنيا بالنسبه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي محسسنا يعني ان يعني لا، احنا الموضوع بالنسبه لنا بسيط جدا، بنحاول كل واحد في النادي الاهلي بيحاول ان يؤدي دوره عشان تطلع الصوره اللي امام حضراتكم اللي شفتوها، هتهالي تانية برجاوي، تطلع الصوره اللي حضراتكم شفتوها دي بالشكل والتنظيم الرائع من اول كابتن محمود الخطيب لغايه اصغر العاملين في هذا الامر، هتلاقوا كل واحد بيشوف شغله عشان تشوفوا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. حاجه بسيطه، كراسي مترتبه، ناس قاعده على كراسيها، كل حاجه كويسه. المركز الاعلامي، مدير المركز الاعلامي بيتكلم على الستيج، على خشبه المسرح، بيطلع يقول مين اللي هيتكلم، يطلع يتكلم كلمتين وينزل اللي بعده واللي بعده، الموضوع انتهى، قصينا شريط الافتتاح، شكرا، سلام عليكم، بمنتهى البساطه. فانا عارف ان الموضوع بالنسبه لناس كتيره جدا صعب جدا، صعب لبعض من لا يشجع النادي الاهلي او اكتر الناس منهم بالنسبه لهم الموضوع صعب جدا جدا. فعشان كده انا بقول لحضراتكم ما تشغلوش بالكم بالكلام ده، ما تشغلوش بالكم بالاشاعات اللي بتحصل. كل الناس اللي انا قلت لحضراتكم عليهم دول مكملين بنسبه كبير، بنسبه 100% لغايه اللحظه دي. لو في اي جديد هتلاقونا بنطلع نقول لحضراتكم ان في جديد هيحصل خلال الفتره القادمه. خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي النهاردة. إعارة والتر بواليا لمالتيا سبور التركي، خلاص تم إعارة والتر بواليا للنادي التركي الحقيقة وبنية البيع، ونتمنى له يا رب طبعا كل التوفيق. والتر بواليا عمل اللي عليه خلال 6 شهور كان متواجد فيهم في النادي الأهلي، يعني لو حسبت والتر بواليا خد كام بطولة من ساعة ما جه لغاية دلوقتي، اقعد احسب بقى، ده لبعض بلاش اقعدوا احسبوا كده هتلاقوهم اكتر من عدد كتير. كريم فؤاد النهارده في حديث خاص قال انا اهلاوي بالوراثه واحلم بالتتويج بكاس العالم للانديه، هو ده الطموح الحقيقي اللي احنا دايما عايزينه، هم دول اللعيبه اللي احنا بندور عليهم او اللي النادي الاهلي بيدور عليهم، ان احنا دايما بندور على الطموح الحقيقي. عايز اخد كاس العالم للانديه وعايز اكسب كاس العالم للانديه. قال كريم ايضا ان هو شرف ليه ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، وان هو بيشجع النادي الاهلي هو واسرته من وهم صغيرين لغايه كل اسرته تقريبا من هم صغيرين، وقال ان هو وقع على بياض على لمصلحة النادي الأهلي، وقال ان هو حقق حلمه، وقال ايضا ان هو بيلعب في 5 مراكز في ارض الملعب، وده شرحناه لحضراتكم امبارح مع كريم سعيد واحمد ثابت، وقلنا كريم فؤاد بيلعب فين وفين بالظبط. قال ايضا ان هو عارف كل الضغوط اللي موجوده عليه لما بيلعب في نادي كبير زي النادي الأهلي، طبعا لان فنلة النادي الأهلي مختلفة تماما، وبيقولوا دايما الفنلة الأهلي تقيلة، مش أي لعيب يجي من بره ينجح في إن هو يكون متواجد في النادي الأهلي. قال أيضا إن هو علاقته جيدة بكل اللاعبين أو بمعظم اللاعبين، وقال إن هو بيشجع النادي الأهلي منذ صغره، وقال أيضا كريم فؤاد إن هو جاهز للتحديات القادمة، وقال برضه إن هو مبسوط بالتدريب تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني. لما اتكلم كريم عن هدف أفشة القضية، ممكن القضية، ممكن القضية، ممكن لما اتكلم عن هدف القضية ممكن، قال لدي ذكريات عديدة مع مباريات الأهلي وانتصاراته، واحتفلت كثيرا بهدف محمد مجدي أفشة في الزمالك وكانت فرحة غامرة بالهدف. قال أيضا أن هو بيشكر جمهور النادي الأهلي اللي دعمه كتير حتى قبل الانتقال إلى الفريق، وسأقاتل وأقدم كل ما يمكنني حتى أكون عند حسن الظن خلال الفترة القادمة. أنا مشجع أهلاوي قبل أن أكون لاعبا في صفوفه، وأنا فخور بأن أكون جزءا من منظومة الأهلي. الحقيقة
من الواضح ان كريم من اللاعبين الطموحين اللي احنا عايزينهم يكونوا متواجدين معانا خلال الفتره اللي جايه. الطموح الحقيقي اللي عند اللعيبه دي هو الشغف ان احنا ناخد بطوله كاس العالم. ليه لا ناخد بطوله كاس العالم، نرجع الدوري مره ثانيه، ناخد الكاس، ناخد بطوله افريقيا للمره ال11. هو ده طموح الحقيقي اللي دايما بيلعب عليه لعيبه النادي الاهلي. النهارده مركز التسويه بيلزم اتحاد كره القدم باستكمال بطولة 99 ويرفض طلب الأهلي. يعني إيه؟ طيب خليني أقول لحضراتكم إيه اللي حصل. وأنا قلت الكلام ده تقريبا من أسبوعين لما خرج بعض المعلومات أو بعض القرارات من اتحاد كرة القدم أنه هيبدأ مسابقات الناشئين خلال الفترة من كذا لكذا، وأنا كنت مصر أن أنا أتكلم في هذا الموضوع، لأنه ساعتها قلت لحضراتكم أنا مش فاهم هو مصير بطولة مواليد 99 هيحصل فيها إيه. النهاردة أصدر مركز التسوية والتحكيم قراره بشأن طلبي الأهلي باستكمال بطولة الشباب وعدم قانونية مشاركة لاعبي الزمالك الشباب خلال مواجهتي الجونة وطلائع الجيش في بطولة الدوري الموسم الماضي. القرار اللي اتقال إيه؟ إن مركز التسوية قرر قبول شكوى الأهلي وإلزام اتحاد كرة القدم باستكمال دور مواليد 99 وإقامة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري. ده رقم واحد. أيضا رفضت لجنة التسوية النظر في شكواه بشأن مشاركة لاعبي الفريق الشباب في الزمالك في مباراة طلائع الجيش والجونة لانتفاء مصلحة النادي الأهلي. إذا بالنسبة للموضوع بتاع منتخب الشباب، موضوع منتخب الشباب خلاص يجب، أو مركز التسوية أصدر قرار بإعادة هذه المباراة، أو أن يجب أن يكون هناك مباراة ما بين الأهلي والزمالك للنهائي هذه البطولة عشان نعرف مين اللي هيكسب هذه البطولة. طيب وإحنا بنتكلم أيضا عن منتخبنا الوطني، بكرة عنده مباراة مهمة جدا مع أنجولا. الحقيقة الكل ينتظر هذه المباراة، وبالمناسبة هكون مع حضراتكم على الهواء إن شاء الله بعد المباراة، بعد نهاية المباراة مباشرة علشان نتكلم عنها، وهيكون معايا ثلاثة من النجوم الكبار معانا هنا في البيت الكبير. يعني إن شاء الله بكرة الحلقة هتبقى الساعة 11 بعد نهاية مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب أنجولا، وبعد المباراة هنكون مع حضراتكم عشان نتكلم على مباراة النادي منتخبنا الوطني ضد منتخب أنجولا. دي طبعا لقطات من معسكر المنتخب، ومنتخب مصر بيختتم استعداداته لمواجهة أنجولا. معسكر طبعا انطلق يوم 27 أغسطس استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون. إن شاء الله بكرة مصر هتلبس الزي التقليدي، اللون الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، ومنتخب أنجولا هيلعب بالزي الأصفر بالكامل في إطار مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. خلوني برضو أقول لحضراتكم التشكيل المتوقع من الممكن أن يدفع به كابتن حسام البدري. هو حراسة المرمى الشناوي، أكرم توفيق ناحية اليمين، أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش، وواحد من الثلاثة يا محمد عبد الشافي، يا أحمد فتوح، يا أيمن أشرف. خط الوسط طارق حامد وعمر السلية، أحمد سيد زيزو، مجدي أفشة ورمضان صبحي. أما خط الهجوم هيكون محمد شريف. ده التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني. أيضا طاقم حكام من مالي سيقود هذه المباراة الهامة جدا. دي كانت أخبارنا النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم خلينا دائما على قلب رجل واحد، جمهور النادي الأهلي هو اللي بيقف في ظهر فريقه، خصوصا في مثل هذه التوقيتات، توقيتات الإشاعات الكثيرة جدا والكلام الكثير جدا الغير صحيح. بنقول لحضراتكم إيه الصح من خلال كل قناة النادي الأهلي أو كل البرامج اللي موجودة في قناة النادي الأهلي. دايما خليكم تابعيننا علشان تعرفوا. والحقيقة بالنسبة لنا النهاردة هو يوم مميز جدا 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 جدا، لأنه هتقول يوم مميز عشان وفاة عبد الوهاب، لا، يوم مميز عشان دايما بنفتكر فيه محمد عبد الوهاب اللي دايما في قلوبنا. وأنا قاعد الحقيقة بتفرج على قناة الأهلي، قناة الأهلي كانت مقدمة عظمة، فيلم تسجيلي رائع جدا عن محمد عبد الوهاب، هذا النجم الكبير اللي الحقيقة كلنا بنحبه وكلنا بنحترمه، وننتظر إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن يتم تقديم أفلام تسجيلية أخرى عن هذا النجم الكبير لأنه يستحق. ولكن عظمة الحقيقة بيتم تقديمها من خلال هذا الفيلم التسجيلي اللي دايما هيفضل وهيظل دائما موجود في قلوبنا، محمد عبد الوهاب. لو حضراتكم متابعين تشوفوا ان احنا مقطعين القناة مقطعة
الفيلم التسجيلي ما بين الإعلانات أو ما بين الفواصل عشان الناس كلها تتفرج، الشباب الصغير يعرف مين محمد عبد الوهاب الله يرحمه وكيف كان مؤثرا في جيل كامل. الحقيقة الله يرحمه بقاله 16 سنة أو أقل شوية متوفي، ولكن يظل دائما في قلوب كل الأهلوية. محمد عبد الوهاب ستظل دائما في قلوبنا جميعا وحتفضل دائما في قلوبنا وبنحبك. عايز برضو أطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل واحد من النجوم الكبار جدا جدا في النادي الأهلي، عاش لاعبا في النادي الأهلي، عاش مدربا في النادي الأهلي، حياته كلها الحقيقة داخل النادي الأهلي. هنتكلم معاه في كل شيء وهنفتح معاه في كل الملفات في حراسة المرمى. كابتن أحمد ناجي الحقيقة أخويا الكبير وكل الأهلوية بيعشقوا هذا الرجل المحترم اللي له دور كبير جدا جدا في فترة مهمة جدا جدا في حياة جيل كامل في لعبة النادي الأهلي، وبطولات كثيرة جدا شارك الكابتن أحمد ناجي في بالتواجد طبعا، أنا دايما بسميه مدير فني حراسة المرمى، كان دايما بيبقى موجود في كل هذه الإنجازات أعتقد من 2003-2004 لغاية بقى ما الكابتن أحمد ناجي مشي من النادي أو من العمل في النادي. ولكن الكابتن أحمد ناجي واحد من الناس اللي دايما موجود دايما معانا دايما بيحضر معانا، لما بنطلبه الحقيقة بنلاقيه دايما موجود معانا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد ناجي وكلام هام جدا فيما يخص النادي الأهلي وحراسة مرمى منتخبنا الوطني وحراسة مرمى النادي الأهلي وحاجات كتيرة جدا. بعد هذا الفاصل أحمد ناجي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده حلقه للمتعه، حلقه كلها ذكريات جميله جدا وايضا مستقبل رائع جدا، لانه النجم اللي معانا النهارده هو واحد من الناس اللي ساهمت بشكل كبير جدا 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 في خروج عدد كبير جدا من حراس مرمى منتخبنا الوطني والنادي الاهلي لفترات طويله جدا للساحه. وامام حضراتكم النهارده هيكون معانا النجم الكبير كابتن احمد ناجي علشان نتكلم معاه في كل ما يخص كره القدم وحياته، لانه الحقيقه كابتن احمد ناجي بالنسبه لي انا كمان اخ كبير وعشنا مع بعض فتره طويله جدا. ازيك كابتن ناجي؟ مشرف ومنور، ويعني انا ببقى سعيد جدا جدا لما بشوفك كابتن موجود معانا وفي بيتك زي ما انت كتبت النهارده. طبعا طبعا مش ضيف ابدا، ولكن بيتك قناه النادي الاهلي. وانا طبعا سعيد ان انا في بيتي في قناه النادي الاهلي، وسعيد ان انا بتبقى فرصه ان انا اشوفك لان بقالنا كتير ما تقابلناش. قاعد انت في اسكندريه ولا في القاهره؟ عشان الشغل، لكن هو غالبا من غير الشغل احنا بنشوف بعض وبنتقابل. سعيد كمان ان يعني زي ما انت بتقول ان انا مش ضيف، يعني انا لا خالص، انا بعتبر نفسي طبعا صاحب بيت، واتمنى ان الحلقه تعجب الناس ويتبسطوا بيها، وانت طول الوقت معايا وطول حلقاتي معاك بتبقى ممتعه وانا بستمتع بيها. ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف لينا. خليني ابدا مع حضرتك النهارده ذكرى وفاه محمد عبد الوهاب. حضرتك كنت متواجد في الملعب. في الملعب طبعا. كنا موجودين. مش في الملعب، متواجد جنبه. كلنا كنا الحقيقه في اللحظه دي. الحقيقة. مهم جدا ان الجيل الجديد يعرف قد ايه ليه احنا بنحب محمد عبد الوهاب، ليه دايما متذكرين محمد عبد الوهاب. هو اللي بيعيش جوه جدران النادي الاهلي بيكتسب بعض المكتسبات حتى لو كان هو ما عندوش المكتسبات دي قبل كده. بيخش النادي الاهلي الجو المحيط بيه بيجبره ان هو يبقى يعني يمشي في التراك اللي هو بتاع النادي الاهلي. محمد عبد الوهاب جاي جاهز، جاي شخصيه محترمه مهذبه. انا فاكر اليوم ده كان يوم صعب، انا لسه كنت بحكي. لا وقفنا شويه في الجيم. كان هو عامل بالليل الاغنيه بتاعه سيد فرحان قوي بقى. انا طبعا كنت قبل كده عامل كاسيت والتكنيك بتاع التسجيل والحاجات دي عارف. هو بقى فرحان بقى بتكنيك التسجيل وبيحكي لي، هو محمد كان بيدندن دايما معاكم والتراك بتاع المزيكا ازاي وودنه فيها المزيكا وهو بيلخبط في عادي جدا يعني. مفيش اي مؤشرات او مقدمات انه ده اخر ساعه في حياته يعني، سبحان الله. وبعدين قعدنا القعده بتاعتنا بتاعت من والجوزي دي اللي على الدكه وضحك وتهريج واحمد السيد والميسي وبتاع، ونزلنا الملعب ونزلنا نلعب تقسيمه صغيره
كنا بنلعب 4-2 في الناحيه اليمين اللي عند الملعب من الناحيه الثانيه مش من ناحيه بعد الجامع. بعد كده التقسيمه اللي هو حصل فيها كده هو لا في ال 4-2 دي باصه كده ووقع. انا فاكر ان كانت عربيه شيتوس هي اقرب عربيه للملعب. مظبوط. كان راكن في وش الباب اللي هو في الملعب. جري جاب العربيه وخد دكتور ايهاب واحنا طلعنا على المستشفى كلنا. كان السر الالهي طلع. لحظه الدكتور ايهاب كنت انا وحضرتك وكنا كلنا موجودين. اللحظه كلنا كنا قاعدين واقفين الدكتور ايهاب دخل له جوه وطلع. اللحظه دي كانت اعتقد اصعب لحظه لما كنا كلنا مستنيين نسمع. بس كلنا كان عندنا امل ان هي يعني اغماء. يعني انا بقول لحضرتك كلنا كنا مستنيين اللحظه. بس رحنا طبعا المستشفى كلنا وكان طبعا هي المفاجاه مش في الموت. الموت ربنا سبحانه وتعالى كلنا اللي هيجي ساعته هيموت طبعا. لكن المفاجاه ان الموضوع كان طبيعي جدا ما فيهوش اي مقدمات. يعني واحد عمال يحكي ومبسوط وما فيش حاجه والاغنيه وعاجبه الاغنيه والمش عارف ايه والحكايات والروايات ونزلنا الملعب ونزلنا هرجنا في الاول ونزلنا الملعب الدنيا كانت ماشيه عادي. فكانت الامور طبيعيه جدا ولكن لكل اجل كتاب يعني. ودايما لو حضراتكم تاخدوا بالكم واحنا بنتكلم اللي عاشر محمد عبد الوهاب دايما هو بيتكلم تلاقيه مبسوط وبيضحك. يعني حتى واحنا بنتكلم عن وفاة محمد عبد الوهاب بنبقى مبسوطين وبنضحك لانه احنا عارفين ان هو قريب من ربنا جدا يا كابتن ناجي. لا محمد كان شخص استثنائي. يعني عمرك ما قعد في جدران الاهلي قد ما قعد. عمره ما في مشكله. عمره ما في يعني دايما وعاديه جدا ان انت تلاقي اتنين لعيبه يحصل بينهم سخونيه في الملعب. يحصل محمد لا محمد ما حصلش. مش فاكر يعني غير ان هو يقعد يقلد محمد فؤاد. ايوه يغني لمحمد فؤاد. أيوه. حبيبنا واخونا طبعا. يهزر يضحك. كان مبسوط جدا بوجوده في النادي الاهلي لانه كان حلم من احلامه انه يبقى موجود في الجو النظيف دوت والجو الطيب دوت. وكان وقتنا انت عارف وقتنا احنا كنا بناخد 5 بطولات في السنه. أيوه. كل البطولات كنا بناخدها. أيوه. يعني جو السعاده اللي كان موجود في الوقت ده اعتقد ما كانش موجود في اي نادي في العالم. يعني لما تاخد دوري وكاس ودوري ابطال العرب وافريقيا والسوبر الافريقي كل ده في سنه واحده. فتخيل كل بعد بطوله لو فرحت 5-6 ايام هتلاقيك فرحان في السنه 300 يوم. ايوه يعني واخد بالك. صح. فكان كان جو يعني ممتع جدا وعشنا يمكن اكتر من 10 سنين في الجو ده. يعني كان كله جو جميل. الله يرحمه. ودايما هيفضل محمد عبد الوهاب في قلوبنا وعمرنا ما هننساه. ودايما لما هنتذكره هنتذكره بضحكه جميله لانه يستحق مننا الحقيقه ودعاء. ضحكه ودعاء لانه يستحق مننا الضحكه والدعاء. كابتن ناجي يعني حضرتك عشت ايام كتيره جدا وطويله جدا في النادي الاهلي. لكن عايز اعرف في البدايه الاول انت كذبت كذبه بيضه كده مع كابتن طه اسماعيل. لا احكي لنا الموضوع ده. لا هو ما كانتش كذبه. هو كان الاختبارات بتتعمل في النادي الاهلي. كان النادي الاهلي المجله تنزل اعلان ان مواليد مجله النادي اوكي مواليد كذا يوم كذا مواليد كذا يوم كذا كده. فيمكن حكيتها معاك قبل كده. جم مجموعه من كفر الدوار بس كان فيهم حارس مرمى فما كانش وجودي كان مش مرحب بيه يعني. أيوه. فامي الله يرحمها قالت لا لازم تسافر وتروح تختبر وكده. انا كنت بلعب بقى في غزل كفر الدوار انت عارف. كانت فرقه في الدرجه الثانيه كنت بلعب من اول ال 16 وال 18 وال 20 واحتياطي الفريق الاول. وبعدين عملنا التقسيمه والكابتن طه يعني ناداه لي وقال لي احنا ده في الاختبارات قال لي هنقول لهم بس ان انت ايه عندك قرايب هنا عشان كده احنا هناخدك وكده. انا ما بكذبش بس دي كذبه بيضاء عشان الاولاد ما يزعلوش. هو طبعا كابتن طه حاجه جميله جدا طبعا يعني. فقال لهم كده. فكان معانا الحن انت عارف الحن كابتن الحن اسكندريه فبيقول له عشان احمد وكده. فالحن قال له هو مالوش قرايب هنا ولا مالوش قرايب ولا حاجه. كل ما اقول الكلام ده الحن يكلمني تاني يوم لازم تفضحني لازم. كابتن جميل كابتن الحن طبعا. كانت ايام جميله جدا يا كابتن. كان طبعا الكابتن عوضين رحمه الله عليه اللي هو الاب الروحي ليا في النادي الاهلي اللي بعد كده عشت ايام كتير في بيته. هو شخصيا بنام في بيته
يعني لحد ما النادي وداني للثانويه الرياضيه. بقيت في الداخليه، وبعدين الخميس والجمعه كنت ببقى في اوتيل، وبعد كده النادي جاب لي شقه. بس انت قاعد في النادي دايما طول النهار وطول الليل، وزي ولادك كده موجودين. عبد الرحمن كل الطاقم ولادي اتولدوا في النادي، اتولدوا في النادي. يعني عبد الرحمن كمان ما بيسيبش النادي لحظه يعني. انا ماشي امبارح من جنب النادي ومروح من اسكندريه، حسيت ان انا عايز ابوس النادي، عايز اسلم على النادي، على البواب، على امينه بنتي كانت جنبي، فقالت لي ايه ده بتعمل ايه؟ قلت لها ده بسبب كل الخير اللي احنا فيه. ايوه ربنا يديك الصحه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يديك الصحه يا كابتن. لكن ايام حلوه وايام جميله وفي نفس الوقت، يعني عايزك تحكي لنا على ايه اللي حصل بعد كده. يعني تم التعاقد مع الكابتن احمد ناجي ساعتها، وبقيت موجود في النادي الاهلي، وبطولاتك، انجازاتك مع النادي الاهلي، الاولمبياد، احكي لنا المواضيع كلها. الاولمبياد انا رحته من نادي ترسانه. من ترسانه، صح؟ صح. لكن النادي الاهلي الحمد لله لعبت في كل المسابقات، ولكن طبعا كان في هرمين كبار موجودين، الكابتن اكرامي والكابتن ثابت. فكانت فرصتي في اللعب ما كانتش كبيره قوي. لكن لعبت دوري وكاس وكاس افريقيا وبطوله عربيه. لعبت السنه بتاعت مستر كالوتشاي، لعبت نصها تقريبا. كان هو عامل على خلاف مع الكابتن ثابت، قال انا استفدت منه كالعاده. وبعد كده رحت نادي الترسانه، وبرضه حققت معاهم كاس مصر. مع نادي الترسانة. مع نادي الترسانة. وبعد كده رحت نادي السويس ولعبت معاهم نهائي كاس مصر. بس بتلف يعني تلف وتحن لا لا، النادي الاهلي قصه اللي هي المين ستيشن يعني، او المحطه الرئيسيه. فلا، النادي الاهلي بالنسبه لي وبالنسبه لاولادي وبالنسبه لكل حياتي هو كل حاجه. انا رحت طفل يعني، رحت 16 سنه، دلوقتي 63 سنه. ربنا يديك الصحه. مفيش خلال ال 44 سنه دول ولا ال 45 سنه دول، ما فيش يعني يوم ما يعني ما اعرفش النادي الاهلي في ايه، او النادي الاهلي جواه ايه، او انا موجود في النادي الاهلي، او اي فرصه نروح نقضي في الوقت انا والعيال في النادي. فاللي بيرتبط بالنادي الاهلي بيبقى يعني عارف انت كلمه لحم كتافك من خير النادي الاهلي. دي كلمه حقيقيه جدا. يعني انا قلت مره ان مثلا صيدت في الثانويه العامه، الكابتن حسن ربنا مديله الصحه ووداني الصومال عشان اخد الثانويه العامه. لما رجعت من ليبيا مثلا ما كنتش خدت الراتب بتاع الشهر. فالنادي الاهلي عوضني عن الراتب، لان انا رجعت مانويل جوزيه قال لي ترجع على طول فورا. الوقت كنت مع كابتن انور سلامه. في الاتحاد الليبي. فلما رجعت فادوني شيك يعني بالشهر اللي انت سبته. اللي انا سبته. فرحت اصرف الشيك ده، لقيته باسم مين بقى؟ من رصيد مين؟ من حساب الكابتن محمود الخطيب، مش من حساب النادي. كابتن خطيب نفسه؟ الحساب الشخصي. بنك فيصل الاسلامي، انا فاكر لحد دلوقتي. لقيت الفلوس اللي انا هاخدها باخدها من حساب الكابتن محمود الخطيب. يعني تخيل يعني الناس اللي يعني محدش يعرف القصه دي، اللي انت بتتعامل معاهم او اللي انت يعني مرتبط بيهم لحد دلوقتي. ما الكابتن محمود يكلمني او ما يحصل بينا حوار، ببقى سعيد قد ايه، ببقى ممتن ليه قد ايه ان هو لحد دلوقتي بيهتم، ان هو بيكلمني، بيهتم ان هو بيسال عليا. لحد من اسبوع بس بنتكلم. فيعني حياتنا في النادي الاهلي، ارتباطنا ببعض، قصصنا، انشغالنا ببعض، طريقه حواراتنا مع بعض منتهى الادب، منتهى الاحترام. طبعا عمري ما كلمه، لو المفروض كلمه ما تطلعش، استحاله تطلع. يعني في حاجات كتير انا وانا بره النادي الاهلي. يعني انا كمان ارتباطي زاد جدا بالنادي الاهلي. مهتم جدا ان الولاد مثلا الحراس يكونوا في حاله كويسه، بيتمرنوا كويس، دايما اسال عليهم دايما. كان احساسك ايه لما سموحه كسب الاهلي في الماتش؟ لا دي حاجه ثانيه. النادي الاهلي علمنا ان احنا أيوة نبقى مخلصين. النبي مهمه جدا النقطه دي. لا 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 دي ما يعني النادي الاهلي علمنا ان احنا نبقى مخلصين للمكان اللي احنا فيه. وبجد المكان اللي انا فيه مكان محترم جدا. طبعا مكان يعني فيه هدوء، فيه مناخ هايل، عامله المهندس فرج عامر، وده صديق قديم، ما هوش عشان انا اشتغلت في نادي سموحه، لا احنا اصحاب من بدري يعني، من قبل ما اشتغل ومن قبل اي حاجه. بدات مع كابتن حماده صدقي، هو اللي يعني استدعاني.
وكملت مع الكابتن احمد سامي مدرب مش عايز اقول لك جميل راقي جدا، يعني يجمع بين الترينر والكوتش، يعني وحدات تدريبيه هائله جدا ومناسبه للعيبه ومناسبه لامكانيات اللعيبه، زائد انه على الخط كمان عبقري. معانا دلوقتي هاني العجيزي. هاني العجيزي برضو طبعا طبعا يعني برضو من الشخصيات اللي انا حبيتها جدا، هو ابني طبعا، انا مرنته في النادي الاهلي. لسه كنت هقول لك يعني مش عايز اكبرك يعني. لا 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 انا يعني كلنا اولادك يعني. لا الحمد لله يعني ف انا جهاز محترم جدا، مستر ويلي ده برضو راجل انجليزي بتاع احمال وشاطر جدا، جهاز اداري على اعلى مستوى، عمرو اسماعيل وابو الحسن وعادل محجوب وكل الناس، انا مش عايز انسى حد يعني، كل الناس اللي بتشتغل معانا يعني تيم ورك هايل جدا، بيلاقي رعايه كبيره جدا في النادي. يعني انا اشتغل في اي مكان لازم ابقى يعني المبادئ والقيم والحاجات اللي اتعلمتها في النادي الاهلي بتنقلها، لا بحاول يعني اخلي كل الناس تحب النادي الاهلي من خلالي يعني. صح. يعني انا بلعب النادي الاهلي، النادي عايز الاهلي عايز اكسب، علمني ان انا ابقى امين وعندي امانه عمل، فده ملوش دعوه خالص بال مظبوط. كلام مهم جدا. عايز اخد بقى حضرتك، بطلت واشتغلت مدرب حراس مرمى، انا دايما بسميه مدير فني للحراس يعني، لانه بيبقى ليه اشتغلت في تدريب مختلف. اول ما بدات في السويس. في السويس وبعدين اشتغلت مع كابتن محمود سايس رحمه الله عليه، اللي اتعلمت منه حاجات كتير جدا، شخصية من الشخصيات اللي تجمع بين الأكاديمية واللعب، زي كابتن طه كده يعني، يجمع بين الأكاديمية ودكتور في التربية الرياضية، علمني حاجات كتير جدا. وفجأة لقيت الكابتن أمين الإسناوي رحمة الله عليه بيقول لي لازم تمشي من هنا. يعني أنا اعتقدت إنه بيطردني يعني، عارف، قال لازم تمشي من هنا. أنت مش مكانك، أنت تروح النادي الأهلي لازم. فانا عملت ده مع فؤاد شعبان، الكابتن فؤاد شعبان. فؤاد شعبان طبعا كان برضو من السويس، وكان هو شايف متوسم فيه ان هو هيبقى حاجه كويسه، وقال لي ان برضو طردت الكابتن فؤاد شعبان زي ما بطردك دلوقتي، لازم تمشي. فبدات بقى المسيره في النادي الاهلي في قطاع الناشئين حوالي 10 سنين، وبعد كده حوالي 13 موسم مع الفريق الاول. 13 موسم. البدايه كانت مع مانويل اعتقد. لا البدايه كانت مع مستر ديكسي لو ديكسي. طبعا ديكسي كان قبله شويه. ديكسي، وبعدين بومفرير، وبعدين مستر مانويل، وبعدين كابتن حسام البدري، وبعدين كابتن فتحي مبروك، وبعدين مستر جوزيه، وبعدين مستر جوزيه ثالث، يعني قصه بقى. قصص طويله جدا. لحد ما رحت بقى مع ايران. مستر مانويل، وخرجت سنتين لقطر مع اشتغلت مع الكابتن نبيل معلول، واشتغلت مع راس فالسوس كله، هو اشتغل في انديه كبيره جدا. كان في باوك مع ورده، واللي راح كاس العالم للانديه مع الهلال السعودي. واشتغلت مع كابتن انور طبعا في الاتحاد الليبي فتره بسيطه جدا، اللي هي مستر مانويل رجعني بعديها. يعني لحد بقى منتخب مصر 7 سنين. وبعد كده انا اسمه. ارتباطك بمانويل جوزيه كانت فتره مهمه جدا في حياتك اعتقد. جدا. لانه الراجل ده انت عارفه يعني اكتر مني، يعني اللي اتعلمناه منه في الحياه اكتر من اللي اتعلمناه منه في الرياضه يعني. صح. يعني انا افتكر له حاجات كتير جدا، يعني كامثله لخط انت تسلكه عشان تبقى مميز في حياتك كمان. يعني هو كان عنده زي ما انت عارف، كنت بتسمع الكلام ده، كسبنا النهارده واللي باقي في مزبله التاريخ. صح. مش عارف ايه، يعني حاجات كتير قوي، حاجات كتير ان انت يعني ما تبقاش اجوف. يعني لازم تتعلم علوم التدريب على اصولها، يعني علم التدريب ده مش حاجه واحده. لازم تبقى عندك سيكولوجي وفسيولوجي ونيوتريشن، تغذيه وتدليك وبدني وكل كل الحاجات دي تبقى عارفها، وتبقى عارف كل الامور اللي حوالين منك، يعني كل الناس اللي حوالين منك شغاله ازاي، وشغاله صح ولا مش شغاله. هو كان يقول لك انا ببص للسماء اشوف السحابه
هتبقى غامقه بس فين وهتمطر فين. يعني بص الجمله جمله جمله يعني معقده بس جدا سهله، لكن سهله قوي. يعني عارف الدنيا هتقفل فين وهتفتح فين. فلا لا كلام كتير بقى من دوت وعشرت، ودايما عندي في البيت ويجي يطبخ الاكل البرتغالي. أيوة. في البيت ويبقى متظبط ومرتاح جدا، وصداقتنا عاشت بعد كده. بعد كده ما بعت لي، رحت ايران بعت له بسبور بالغلط. ايوه ملغي. فشتايم الدنيا بقى البرتغالي بقى اللي انت عارفها اللي، وبعدين ما قلت له مش قاصد يعني انا، وبعت له البسبور بقى الاساسي. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن احمد ناجي، وهنعرف لان دي كانت فتره مهمه جدا في حياه الكابتن احمد ناجي وفي حياه او في تاريخ النادي الاهلي في هذه الفتره. زي ما الكابتن ناجي قال، كل البطولات اللي حضرتك تتخيلها النادي الاهلي كان بياخدها في ذلك الوقت. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناجي، فتره زي ما قلنا مهمه في حياتك حتى انت كمدير فني لحراس المرمى، وفتره مهمه في تاريخ النادي الاهلي. الفتره اللي حضرتك كنت متواجد اعتقد من 2003 2004. لا انا من 2000 من 2000 حضرتك مع من 2000 مع، لكن انا بتكلم لحد 2000. بتكلم على ان الفتره اللي كانت فيها كل الانجازات واللي بعد 2003 2004. بدايتها كانت 2004 لغايه بقى 2013 14 يعني. طبعا احكي لنا على الفتره دي يا كابتن ناجي، فتره مهمه جدا في تاريخك، لانه حراس مرمى اللي كان بيلعب في النادي الاهلي كان هو اللي بيبقى موجود في منتخب مصر. لا هو في فتره طويله احنا ما كانش عندنا ازمه في وجود عصام الحضري. انه كان اساسي بقى مع امير، مع فوزي، مع مصطفى كمال، مع احمد عادل عبد المنعم، مع يعني كل الناس دي مرت على عصام الحضري نمره 2 ونمره 3 يعني. جينا في فتره بقى فيها الدروب اللي الحضري مشي فيه جبنا رمزي، رمزي صالح شويه، امير لعب شويه كتير، والحمد لله ما تاثرناش يعني، ما تاثرناش بال يعني ما زلت بتاخد كل البطولات خدناها زي ما هي. بالظبط يمكن شكل الاداء يعني قل شويه عشان الناس حاطه عصام الحضري في حته كبيره قوي قوي قوي. فكانت الولاد بتتظلم عشان بتتقارن بعصام، لكن هم ادوا اداء مشرف جدا يعني. احمد عادل عبد المنعم ادى اداء مشرف جدا في البطوله الافريقيه في المغرب في السيمي فاينال، ولعب مباريات كبيره. امير عبد الحميد كذلك، رمزي لعب فتره طويله كويس قوي، محمود ابو السعود جالنا شويه يعني لحد بقى ما محمد الشناوي رجع. انت مشيت كابتن، وكان مين اللي موجود؟ كان عصام. كان عصام؟ لا كان الاولاد دول. لا. بقى كلهم بعد عصام. كل الاولاد دول كانوا موجودين. وبعدين انا رحت مع الاول كابتن انور، وبعدين رجعت بعد شهر مع كابتن مع مستر مانويل، وبعدين سافرت معاه على ايران. كانت تجربه صعبه برضو ايران دي. بالعكس كانت تجربه جميله جدا وفيها حاجات حلوه، فيها ذكريات حلوه. كان عندي حارس اسمه نيلسون جونيور برازيلي. وبرضو في الفتره دي راح الحارس الايراني راح المنتخب. كان بعيد وراح المنتخب، لانه كان ماسك المنتخب في الوقت ده كارلس كروش البرتغالي. والمدرب الحراس كان صديق عزيز جدا، وكانوا بييجوا يتفرجوا على التمرين. وانا فاكر واقعا ان نيلسون جونيور نيلسون ده هو على تواصل معايا لحد دلوقتي يعني. كان يبعت لي رسائل حلوه قوي والتمرين ومش عارف ايه، وانا رجعت كان عنده 36 سنه. وانا رجعت مش عارف ايه وبتاع، وكنت اوريه المانو ازاي، فيقول لي خلي بالك البرازيليين فنجريت بق. فاهم ازاي؟ فرحت انا ايه، انا عايز اتاكد بقى اذا كان فنجري بق ولا لا. فرحت قلت له انت مصر ما تبعتليش رسائل تاني بقى، عشان ايه مستر مانويل بيقول لي انت فنجري بق، البرازيليين كلهم فنجري. وعمل خناقه مع مانويل جوزيه والله العظيم عشان يثبت له. لا انا ما شفتش تمرين كده، انا ما اتمرنتش في حياتي تمرين كده، انا حاسس ان انا وخناقه. فجه مستر منه قال لي انا بهزر معاك يا عم، مش ممكن يا عم اللي انت بتعمله إيه؟ ده قلت له لا انا في الحاجات دي ما انا اقول ترماي. انا اقول على طول، ما تقوليش فنجريت بق عشان تهمدني انا. والراجل مبسوط، وقال لي ما انا عارف انه مبسوط، وانا جايبك معايا اساسا ايران ليه؟ يعني انا جايبك من مصر عشان تبقى عشان انت إيه يعني بالنسبه لي ايه؟ وكان يوم جميل جدا، ورحنا عزمنا الولد على ست، عارف هو بيحب السمك.
ورحنا عزمناه وقعد يعني يتكلم كلام حلو قوي. ومستر مانويل قال له حتى وانا وهو ماشي الناس عرضت عليا ان انا استمر يعني تكمل. اه انا كان مهدي مهدي فيكيا وعلي كريمي كان اسماء كبيره جدا وجولي الاوتيل وقعدوا معاه الاول هو. فهو قال لهم بلده فيها يعني مشاكل لازم ولازم يرجع وكده من غير ما يقول لي مش عايزك تقعد مش عايزنا فجولي وجالي رئيس النادي وهنضعف لك الراتب وحاجات. وقلت لهم لا انا اللي جابني مانويل جوزيه وهمشي معاه لانه كنا رايحين بشكتاش ساعتها. كنت رايحين بشكتاش تركي وهو راح يتعاقد فما عجبوش مانويل قام رايح اتحاد جده ما عجبوش الفاسيلتيز بتاعه النادي وطريقه التعاقد. وهو يعني انت عارف مستر مانويل بشكتاش بقى مش بشكتاش مش هتفرق معاه معايا الحاجات دي فقال لي احنا هنشتغل الاسبوع الجاي في 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 تركيا فتمشي تروح تريح ويا دوبك عشان تجي لنا على تركيا بس ما حصلش نصيب يعني ما حصلش وبعدين قعد شويه وبعدين راح اتحاد جده وبرده طلبني بس انا كنت انا بقيت في النادي الاهلي مسكت في النادي ساعتها. برضو عدى على حضرتك اسماء كبيره جدا في حراسه المرمى في النادي الاهلي واسماء كتيره جدا في تعاملك مع اللاعبين. يعني احنا وانا اسف ان انا بقول انا برضو لانه كانت الفتره دي انا كان الكابتن ناجي موجود يعني انا كنت موجود معاه فكان دايما اي ما يحصل عندنا اي مشكله ولا حاجه تلاقي دايما يعني دايما نروح للكابتن ناجي نتكلم معاه نحكي له يا هو مانويل بيعمل معانا كده ليه هو اللي بياخد اصفار والاصفار كده عند مانويل الاصفار كده مش كده الاصفار كده بايدين الاثنين دول طبعا فكنا دايما الكابتن ناجي زيرو زيرو ثلاث مرات زيرو 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 دي بتبقى الختم مفيش تبقى الختم. كنت بتتعامل ازاي مع المواقف دي يا كابتن؟ كانت الناس كلها بتيجي تحكي لك وفي نفس الوقت انت كنت بتبقى عارف اكيد اللي بيحصل مع مانويل لا كلنا كمساعدين مستر مانويل بص الترابيزه منتهى الديمقراطيه يعني انا في اول قعده انا فاكر قال كل واحد يحط التشكيل كنت انا وكابتن اسامه عرابي وكابتن مختار ده في الاول خالص وكابتن حسام تقريبا كان موجود او ضيع يعني فالمهم انا ماليش دعوه فهم حطوا الفرقه وانا ما حطيتش فقال لي فين فرقتك؟ قلت له انا مدرب حراس مرمى انا ماليش دعوه انا مالي؟ قال لي انت اول واحد تحط الفرقه كلنا كده لو يقول حاجه ثانيه يا جماعه لو لقيت مشكله في الملعب حلها من غير ما ترجع لي حتى لو انت غلطان انا هاجي معاك وبعدين بنتحاسب بعدين في الاوضه يعني انت لو شفت حاجه في الملعب انت مدرب حراس حل خش ما تستنانيش وبعدين نبقى نشوف بقى وجهه نظرك دي كانت صح ولا غلط بس انت هتبقى كبير وعمري ما هركب لعيب عليك كانت دي طريقته دايما لا كنا منتهى الديمقراطيه مش معايا انا بس مع كل الناس يعني هو الناس اعتقدت ان انا عشان كنا شويه كلوز اكتر بنخرج اكتر مرتاحين لبعض طبيعي. اكتر فكان الناس فاكره ان انا مثلا صاحب قرار ولا لا خالص عمرها ما حصلت انا يعني اعرف حدودي كويس جدا ايوه اسال كل المدربين اللي اشتغلت معاهم هتلاقيني مدرب حراس مرمى اشتغل اجتهد وربنا في الاخر بيديك حته سكر في بقك انت اشتغلت كويس فحارسك راح المنتخب يعني مثلا اخر حاجه الهاني هاني ما انا لسه كنت بس يعني لما نيجي نتكلم عن المنتخب هنتكلم عنه فيعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله. كانت علاقتك دايما بال 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 بالجيل ده كانت زي ما بقول ان انت الاخ الاكبر وبالتالي علاقتك ببوتريكه علاقتك ببركات علاقتك بوائل جمعه بشادي يعني كل واحد من دول شخصيه قصص وحكايات شخصيه غير الثانيه خالص ده انا لو الفت كتاب يعني ما هو ده اللي المفروض بيني وبينك يعني لان انت لو عملت كتاب هيبقى عايز اقول لك هتكسر الدنيا وكلها حاجات بتتقال والحاجات الكوميديه بقى بتاعت حسام الحضري لا ده الحضري ده في حته ثانيه الحضري ده في حته ثانيه يعني في حاجات يعني هو كان ساكن جنبي فكنت انا يوم المباراه اللي هو اللي فيه المعسكر يعني هنتمرن على العصام فكنت اجيبه بقى من البيت ونطلع هو توفير للبنزين ونطلع بقى نتكلم بقى في المواضيع ف بيتكلم في التليفون مع حد فكل شويه تقول يقول ايه دي جي ايه دي جي دي جي فانا يعني ايه دي جي
ف يعني طرطقت شويه كده فلقيت حد بيقول له تكير تكير هو مش انت عارف طبعا ان العربي بتاعه العربي بتاعه مكسر يعني بتمشي اساسا فكنت بستمتع بيه بشكل بشكل يعني مش طبيعي عارف انت العفويه اللي هي اللي على سجيته جدا وعامل شغل رائع كمان دلوقتي وبيروح ياخد معايشات يبقى مدرب بيتكلم انجليزي كويس دلوقتي كمان انجليزي فيومي والله بجد يعني حضر ايه حاجه جميله وطبعا انا بتمنى له ان هو وبعدين بدا يسلك طريق مظبوط ان هو يعمل دراسات ويطلع ياخد ايوه ما انا بقول لحضرتك عامل شغل كويس جدا في ان شاء الله ربنا يكرمك في النقط دي علاقتك بابو تريكه كانت عامله ازاي؟ جدا هايله يعني ابو تريكه طول عمره يعني ولد محترم ومهذب وطبعا بغض النظر عن يعني ما كانش عنده مشاكل مع حد لا لا يعني خالص ابو تريكه ولا خالص حاجه لا يعني ميوله بقى ايه مش عارف احنا مالناش دعوه بالقصه دي خالص القصه دي بتاعته هو حر فيها يعني هو عنده دماغه وعنده حياته لكن هو بالنسبه لنا القديس بيسو ميسو ميسو كان ايه ميسو عشان بيميز على كل الناس ايوه كنا مسمينه ميسو صح ميسو ميسو عشان ما حدش بيزعل منه ابدا وبركات داهيه سودا بركات داهيه سودا بتشوف دلوقتي لما بتشوف بركات مدير للمنتخب بتشوف سيد معوض مدرب المنتخب بتشوف اولا ببقى عماد النحاس مدير فني للمقاولين طبعا كل دول يعتبر اخوات الصغيرين او اولادي استمتع بيهم جدا بس بركات مش مصدق يعني عارف انت ازاي يعني انا شفته امبارح تخن هو شويه بطنه يعني ولغد وكده لا بس كمان بطنه يعني كانت بالنسبه لي دي غريبه استحاله كنت تحس انه استحاله ده كان يتخن ابدا وبعدين ده الرفق بتاعك ده يعني فكانت لا طبعا بتبسط جدا 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 من كلهم نجاحات وكلهم الكلمه دي سمعتها من مستر هيديكوتي هيديكوتي الله عليه لما شاف مصطفى عبده مذيع بص بركات بص الحته اللي قدام دي تخن طلع له زيتون اهو ايوه وشاف اللعيبه بتاعته بقى حسن حمدي بقى مدير كوره ومش عارف لما جه في الاتحاد في الاخر جه شويه مدرب للنادي الاتحاد السكندري ايوه وقابلته قال لي انا سعيد جدا بكل الناس اللي كانوا معايا لعيبه بقوا بوزيشن عالي جدا واللي في التلفزيون واللي ماسك في النادي بقى سعيد جدا انا شخصيا طبعا سعيد بكل الناس اللي وبشوفهم طبعا في الملاعب زملاء دلوقتي زملاء طبعا بتفكر في الموضوع ده ازاي يا كابتن يعني معلش كنت بتلاقي مثلا بركات مثلا بيلعب يعني ده انت بتقول له اعمل لي كذا واعمل كذا يعني بتقول له في الملعب يعني اعمل كذا واعمل كذا وبعدين ما تلاقيه مدير منتخب مثلا عماد النحاس كان كذا تلاقيه مدير فني للمقاولين ما هي دي سنه الحياه يعني ممكن فجاه تلاقي مثلا ايه كابتن عماد النحاس ومعاه كابتن ناجي مدرب حراس مرمى طبعا يعني لا بس هو بيشتغل مع محمد فتحي عشان هو ليه تيم ورك يعني ليه تيم ورك كل في معظم المدربين ليهم تيم ورك يعني وانا واخد على نفسي عهد غريب جدا ان انا اي حته فيها اي عيل من عيالي ما اخدش مكانه اوكي يعني لازم اشتغل في فرقه الجهاز بتاعها بيمشي كله اوكي عشان كده اشتغلت في سموحه عشان جهاز مشي كله حسن او جهاز ايهاب جلال مع مصطفى كمال وده ابن من عيل من عيالي يعني فلازم اشتغل في حتت زي كده لكن لو اتعرض عليا مثلا ساي مثلا جونه فيها مثلا العقباوي حلو استحاله اقبل يجيبوا حد تاني ما اشتغلش مكان العقباوي مثلا رضا شحاته مع العقباوي او مثلا ايهاب جلال ومعاه مصطفى كمال خلاص فعايز يمشي مصطفى كمال ويجيب احمد ناجي لا ما ينفعش لا ما ينفعش يبقى ما حدش يفكر فيا في المساله دي يشوف حاجه تانية لا ده مبدا عليه. تماما قلت انا مش هعمل كده مش هكسر قلب حد من ولادي ولا بس ده شغل ممكن حد يقول لك ده شغل مش عايز الشغل ده اوكي مع ان انا يا كابتن ناجي كنت بشوف ان حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديك الصحه والعمر بقالك فتره طويله جدا غير مع النادي الاهلي مع المنتخب وهنتكلم عنه دلوقتي ولكن في فتره كده من حوالي قبل ما تمسك سموحه على طول قعدت حوالي اربع خمس شهور كده ثلاث اربع شهور حاجه كده فكان الكابتن ناجي يا جماعه كان متضايق مش متضايق عشان يعني حاجه مش عشان فلوس مثلا لا 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 الحمد لله مستوره لكن الحمد لله مستوره لكن انا بتكلم ان هو كان متضايق ان هو قاعد
ان هو عمال يقول لي لا انا عايز اتقابلنا مره في مكان. لا انا قلت لك بالتحديد، قلت لك انا بره الملعب بحس اني كهل. ايوه بالظبط. بنزل الملعب بحس اني فعلا 20 سنه رجعت 30 سنه ورا. ريحه النجيله خلاص اتعودت عليها. ده ايه ده يعني برضو ما زهقتش، ما تعبتش، ما مليتش؟ والله الفتره اللي فاتت دي انا بدات افكر في الموضوع. بدات افكر فيه، بس لقيت فيه يعني رفض شديد جدا. وبعدين يعني ما زلت بنتج وما زلت ناجح وما زلت كويس بدليل هاني. فدي بتخليني برضو تديني يعني بترفع معنوياتي وبتخليني أجل في القرار ده شوية. لكن هو موجود يعني بتفكر دلوقتي. هو موجود. ممكن تاخده يا كابتن؟ جدا والله. والله تعبت. لكن هو تعب لذيذ، لكن دايما انا يعني ابويا الله يرحمه قال لي يعني دايما تطلع من الباب الكبير. اوكي. يعني ما تخليش حد يقول لك بقى ده مش قادر، ده مش عارف ايه، ده بتاع، ده بيهجص، ده قبل المرحله دي ما تيجي هتلاقيني قلت خلاص خدت القرار. طيب قبل ما نتكلم عن فترة المنتخب، لأنها فترة مهمة جدا ونجاحات كبيرة جدا عليها، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن منتخب المنتخب الوطني ووجود الكابتن أحمد ناجي في جهاز محترم جدا، مستر كوبر وكابتن محمود فايز أسامة نبيه، كابتن أسامة نبيه، ومجموعة كبيرة جدا. بعدين هاني رمزي معاك، مستر أجيري، وكانت أيام كويسة جدا. هنتكلم عن هذا الأمر، وهنتكلم أيضا عن كيفك يا كابتن مبسوط. مش كيفك بقى يا واد مبسوط، لكن كيفك يا كابتن مبسوط. يا واد مبسوط كلها عشان برضو يعني الديوان دلوقتي موجود، وده يعني اهداء لروح الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي. ايوه، حتى الاسم كده واخد من ريحته. من ريحته. وطبعا اهداء لاحفادي يعني ربنا يخليهم يا رب ان شاء الله. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم في كل هذه الامور. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناجي، قبل ما انتقل لقصه المنتخب، حسام حسن هينجح مع النادي الاهلي؟ حسام حسن لاعب النادي الاهلي دلوقتي جدا هينجح جدا، لانه النوعيه دي مش موجوده في النادي الاهلي. ايوه. اهم مميزاته هو محطه وهداف الاثنين. يعني يعمل ادوار دفاعيه كويس جدا، وتلاقيه فجأة في الصندوق. عنده مميزات المهاجم اللي هو بيشم ريحة الفرصة. فلا أنا يعني في الدور الأول 15 ماتش جاب 9 تجوان. أنا متوقع له إن هو هيبقى فجورة في النادي الأهلي. فوجئت بالموضوع ده ولا يعني الباشمهندس فرج ده بيقول دايما كابتن خطيب كلمني وقال لي إن أنا جاي آخد حسام، خد حسام. هو الباشمهندس فرج بيعمل لمصلحه النادي سموحه طبعا، وكان نادي الزمالك فاتح معاه خط، لكن ما فيش جديه يعني. اوكي. لكن كابتن خطيب طبعا تربطهم صداقه كبيره جدا، دي حاجه. ايوه. لكن مصلحه نادي سموحه حاجه تانية. طبعا هيبقى في ديل، ممكن ناخد لعيب او اثنين لعيبه من النادي الاهلي. هو اتقال يعني ان لا، حسام لوحده مبلغ لوحده. أوكي. بس لو عوزت اعاره مبالغ تانية يعني يقدر يدفعها المهندس فرج عامل. لكن يعني هو زي ما بقول لك، هو دماغه سم وبيعرف يخلي نادي سموحه مش محتاج. اوكي. يعني انا هقول لك حاجه مهمه جدا. اتفضل. مفيش لعيب ليه مليم، دي حاجه. تاني يوم المباراه اذا انت فايز فلوسك عندك، القسط بتاعك عندك. ده طبعا حاجه بتريح الجهاز الفني طبعا، المدير الفني، ان اللعيبه ما عندهاش مشاكل طبعا من النوع ده طبعا. والمشاكل اللي من النوع ده بتاثر، بتعمل بلبل قلق طبعا. لكن هو حقيقي انا بحييه وبحترمه وبتمنى له التوفيق في انتخاباته اللي جايه. انا مسانده جدا ودعمه جدا. وهو يستحق طبعا. نادي سموحه، انا دخلت نادي سموحه فاكر انه ملعب كوره واوضه لبس وحاجه. لا، نادي سموحه من الانديه الكبيره. نادي سموحه ده يعني قريه اولمبيه، صرح يعني قريه اولمبيه مظبوط في اسكندريه. صرح كبير، 10 12 حمام سباحه، ملاعب كره زي ما انت عايز، صالات جمباز، باليه مائي، كل حاجه.
يعني كل الالعاب احنا اسكندرانيه وعارفين بقى اسبوعه ده ايه. لا هو تحيه كبيره مني ليه واتمنى له التوفيق. بقولها طبعا لان اللي انا شفته دايما يقولوا انت بتتكلم يعني انا ما عنديش اهداف، انا ممكن ابطل دلوقتي صح وامشي، لكن صح. بعد حتى لو بطلت هتقول الكلام ده؟ هقول الكلام ده لان انا شايفه بعيني يعني. ايوه. على الجانب الاخر وجود الهاني سليمان برضو في منتخب مصر اعتقد زي ما حضرتك قلت ده حته السكر. طبعا بالنسبه لك يعني الهاني سليمان نوعيه تنفع جدا للمنتخب. ايوه. كاركتر، شخصيه كبيره، بيتحمل كل الضغوطات، بيتمرن زي مش عايز اقول يعني بيتمرن جامد جدا جدا جدا. امبارح بيكلمني بيقول لي كابتن محمد الشناوي بيقول لي انت استشفى ولا تمرين؟ اللعيبه اللي كان عندها ماتشات المفروض تبقى استشفى. قال له كابتن انا ما فيش في قاموسي كلمه استشفى دي. تمرين بس. بيتعبك في التمرين. لا جدا. وانا مبسوط طبعا لانه طبعا. ما تلاقي حد عنده النهم دوت وبعدين بيأثر على اللي حواليه يعني. معاه ثلاث حراس جامدين جدا، معاه عمر صلاح ده حارس المنتخب الاولمبي جميل جدا. محمد اشرف لعب في طنطا فتره جداً. طويله، وهو اصلا من المقاولين العرب وحارس يعني واعد جدا ومهم. وعندنا كمان ولد 20 سنه حاجه فله اتمرنوا مع حضرتك حسين تيمور. طبعا حاجه حلوه قوي يعني. فهو كمان عامل جو من المنافسه وهو بينافس الاعمار دي كلهم 23 سنه 20 سنه. هو كام؟ هو 36 او 35. فبينافس دول بمنتهى الاريحيه عادي. تحسش انه بيعاني، تحسش ان هو، بل بالعكس يعني عامل زي الحضري كده في بدايه او في الجزء اللي كان بيشتغل فيه. فلا يعني هل في تفكير في ان من الممكن يبقى في استعاره او تاخد اعاره لحارس مرمى خلال الفتره اللي جايه لسموحه؟ لا خالص، انا بالنسبه لي انا مكتفي تماما، مكتفي بالمجموعه اللي موجوده لان هم ادوا اداء رائع، اتمرنوا تمرين كويس قوي خلال السنتين اللي فاتوا. مستخسر حد فيهم يعني اسيبه يعني. مستخسرهم. وانت مش هتبقى عايز حد تاني؟ انا مش محتاج. لا مش محتاج. لا لكن طيب خلينا بقى ننتقل الى المنتخب الوطني وفتره كانت مهمه جدا، وكاس العالم وكاس امم ونهائي كاس امم يعني، وعملتوا حاجات كتيره جدا مع يعني هكتور كوبر. وانا بالنسبه لي يعني مثلا رحنا كاس العالم للانديه 4 مرات فيعني ما لا كاس العالم للانديه ده قصه ثانيه. انا مش منبهر يعني، مش الموضوع يعني عادي بالنسبه لك. اللي انا شفته هنا بشوفه هنا. ف يعني طبعا كانت فتره مستر كوبر، اسامه نبيه، محمود فايز، فانتا، وبعدين مستر اجيري، وجهازه برضو جهاز محترم جدا جدا. طبعا يعني عايز اقول لك ان الجهازين دول حاجه عالميه. يعني حد واقف على بنش بتاع انتر، وواحد واقف على بنش فالنسيا، وواحد واقف اسماء كبيره جدا. حاجه كبيره قوي. مستر كوبر حقق نجاحات مش طبيعيه، كاس عالم ونهائي كاس افريقيا. ومستر اجيري برضو من المدربين اللي انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاهم جدا. كابتن هاني رمزي من الشخصيات اللي انا برضو اعتز بيها جدا جدا. لا يعني زي ما تقول ايه، مفيش حاجه ما عملتهاش بالظبط، مفيش حاجه ما عديت على كل لا مفيش حاجه ما حققتهاش. كاس عالم انديه ماشي، كاس عالم منتخبات كل حاجه ماشي. كل حاجه كل حاجه كله في الكوره عملت. يعني زي ما بقول لك، لو انا خدت دلوقتي وانا قاعد معاك قرار ان انا شكرا، فانا مرتاح جدا. مش عايز حاجه. وعملت يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بيه. يعني 31 سنه يعني من النجاح المتواصل حتى بره مصر. مظبوط. مع الجيش القطري، حارسين راحوا المنتخب احمد سفيان وسعود الخاطر الاثنين. ايوه. النادي خد اول بطوله في حياته مع كابتن نبيل معلول، اللي برضه الشخصيه اللي انا بعتز بيها جدا. اشتغلت مع مدرب كبير اسمه راسفال لوسيسكو، حاجه مش طبيعيه. اشتغلت في قاره اوروبا مع 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 بيرسي بوليس الايراني. النادي ده عنده ست جرايد يوميه. ياه. تخيل انت يعني ست جرايد يوميه مش اسبوعيه. صعبه يعني كل يوم يطلع للنادي ست جرايد. لعيبه من المستوى الرفيع بقى، علي كريمي ومهدي فيكيا
واسامي كبيره وجوردان وحاجات جامده جدا، وكانوا بيجيبوا لعيبه من روسيا. لا يعني الحياه اللي انا عشتها في الرياضه، لو قررت ان انا اعمل يعني كتاب، لا ما احنا لسه كنا بنقول هيبقى كبير، وهيبقى انت لو عملت كتاب من 2004 ل 2010 دي كانت دي هتبقى ده في النادي الاهلي، ده في النادي الاهلي بس، ده هيبقى قصه كبيره، وبقى قصص كنتوا بقى وحكايات. طب انا بقول لك هتبقى قصه ثانيه دي حكايات كنتوا بقى كلها. بس لما تيجي تكتب بقى اكتب، عايز تكتب اسلام مش تكتب الف او سين. لا 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 انتوا اصل انا هكتب على ناس محترمه جدا وناس مهذبه وناس عشنا معاهم احلى فترات حياتنا. واحلى فترات النادي الاهلي، يعني جيل كان جيل لما تلاقي حسام الحضري وتلاقي سيد معوض وجمعه وعماد وبركات و إيه وشادي ومتعب وفلافيو وبيرتو وشوقي و ايه ده؟ ايه ده؟ يعني عشان ما ننساش حد واحمد السيد كل الناس دي كل فين فين فين؟ مجموعه كانت رهيبه. ان شاء الله النادي الاهلي دايما يحافظ على الـ على الـ على تميزه وعلى على استجلابه للنوعيات كده، تخلي النادي دايما في المكان اللي هو فيه. عجبك صفقات النادي الاهلي دلوقتي الاربع صفقات؟ عجبك صفقه منهم اكيد حسام حسن. حسام حسن طبعا انا دي متاكد منها عشان عشرتها وعارفها هتفيد النادي الاهلي. بيرسي تاو ميكيسوني طبعا جاي من بطولات اوروبيه يعني من انجلترا، واكيد يعني هيبقوا حاجه اضافه كبيره وهيبقوا حافز لبعض الناس، يعني بعض الناس تفوق شويه تفوق صح تتشد عندك حق. شويه انا متخيل كده يعني. اخيرا يا كابتن، كيفك يا كابتن ومبسوط او كيفك يا واد مبسوط الديوان اللي عمله كابتن احمد ناجي مؤخرا، الديوان الثالث بعد حارس عيوني كمصر واللي فاضل مني. انت بتقعد تكتب يا كابتن الكلام؟ هو طبعا انا يعني عندي حاجتين في حياتي، كوره والكتابه. في اسكندريه بقى بتقعد تكتب في اسكندريه عماره جامده جدا. الديوان ده فيه حاجات كتير من اسكندريه، يعني من القعده في اسكندريه. واسكندريه دي اصلا بلدي يعني، ما طبعا يعني انا كفر دوار يعني ف ما كنا نحب نتفسح نروح اسكندريه. نروح اسكندريه صح. فلا الديوان اتمنى يعجب الناس طبعا ان شاء الله، ويبقى زي اللي قبله يعني. اللي عايزين نختم بجزء بقى من الحته كده من الديوان، عشان انت طريقه القائك برضو بتبقى مختلفه عننا. هو انا يعني الزمن اللي احنا عايشين فيه ده زمن صعب. ايوه. فتخيلت ان الشيطان في الزمن ده خد اجازه. ده تخيل صعب قوي. فبقول الشيطان ما بقاش له عازه. حلو. قال خلاص هاخد اجازه. الشيطان بقى منا فينا، قال علينا ولاد لذينه. يبقى ليه يعني ولماذا ان انا هيكون لي عازه. الشيطان قرر يريح من زمان، ما خدش راحه. عاش زمن خلاه بيسرح، قال اخدها احسن سياحة. أصله جاي عشان يوز ويملى كل الدنيا شر، في وحل حياتنا اتغرز خليناه ماشي بإزازة. أيوة. وقال خلاص ما بقاش لعازة. الشيطان وصفنا صح. الوهن عشش علينا، الأدب كان فيه وبح، الاحترام هجر المدينة، قال لنفسه دي ناس لذاذة، وان انا ما بقاش لعازة. فرصة ان انا اخد اجازة. بس ده حلو قوي. ده بتقعد تكتب الكلام ده يعني بتجيلك الافكار وبتقعد تكتب؟ هو من 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 الاتيتيود بتاع الشارع وال 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 وفعلا في ناس بقت عامله زي الشياطين يعني، فاهم؟ الناس نفسها بعيدا عن الشيطان. يعني في ناس طبعا حلوه وناس كويسه طبعا وناس طبعا، لكن النسبه بقت مش قليله الناس المتعبه. ايوه. انا مش عايز اقول الالفاظ الثانيه يعني كبيره. فالشيطان ما بقاش له عازه. ما بقاش له عازه. قال خلاص هاخد اجازه. كيفك يا واد مبسوط؟ انا اقول لك بقى كيفك يا واد مبسوط.
انا كيفك يا واد مبسوط عامل فيها 6 شابتر او 8 شابتر حاجه كده. بس انا هقول لك حاجه بقولها لحفيدي بلال. بقول له كيفك يا واد مبسوط عايش كده مزقطط، هقولها بطريقه الخال عشان دي مديها بالشلوت تجلان وبتنفض ايام ومتشجلبه عليها بجواطي، حاجات كتير اتغيرت والكل بيطاطي. فتح عينيك يا ولد وياك تدنيها، ابوك اهو يا ولد قادر يعيش فيها، لا عمره طاط لحد ولا اتحوج للناس، عايش الحياه بدراع ماسك في ايده فاس، فحد بايده الصخر عشانك يا ولد، حافظ بقى على العهد ما تخافش من حاجه، خليك مع ربنا خزاينه مليانه، هو اللي خالقنا هو اللي سوانا، فاهم يا روح الروح هو اللي عنده تروح، ده بيدي من غير شروط. كيفك يا واد مبسوط؟ حلو، انا مبسوط. انا مبسوط اساسا من ان انت كنت معانا النهارده يا كابتن، ومش هقول لك ضيف لانه زي ما حضرتك قلت دايما انا سعيد انا سعيد جدا جدا جدا. وانا امبارح كنت في لقاء تلفزيوني وما بحبش يعني ابقى يعني كلنا اخوات مفيش مشكله. لا يعني لا ما اقصدش اطلع امبارح واطلع النهارده بس بس اول ما اتقال النادي الاهلي طبعا خلاص طبعا اوردر اوردر. ربنا يخليك يا كابتن دايما. وانا يعني من 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 عشرتي معاك وشغلي معاك اشتغلنا مع بعض كتير. طبعا شرف ليا يعني شرف ليا والله يا كابتن. وعارف ان انت يعني لو انا في السند ولا في الهند وعايزني لا ده ربنا يخليك لينا يا كابتن، ده شرف لينا ان حضرتك تكون معانا. يعني اللي قدام حضراتكم كابتن احمد ناجي فعلا تاريخ كبير جدا جدا في كرة القدم، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة وحاجة مشرفة، واعتقد كمان اللي هو كاتبه كلام لو قريناه هنعرف قد ايه ان الدنيا فيها شياطين ملهاش عازة ونفسنا ان هي تاخد اجازة الحقيقة الشياطين دي. انا بشكرك جدا يا كابتن ناجي على وجودك معانا وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا دايما. انا اتشرفت بيك ودايما سعيد بكون وبيتك في اي وقت طبعا. انا طبعا يعني قاعد كاني قاعد في صالون بيتي بالظبط، دي حقيقة يعني. واي وقت بيجي لي يعني اوردر انا بسميه اوردر من قناه النادي الاهلي ما بقدرش يعني اتاخر، وببقى في منتهى السعاده. الفنيين كلهم حبايبي. اول ما كابتن ناجي دخل كله طبعا كلهم بلا استثناء يعني اخواتي وحبايبي، واتمنى لهم التوفيق، واتمنى للاستوديو الرائع اللي انا شفته. انا اول مره اجي للاستوديو الجديد. نورت طبعا، حاجه جميله، واتمنى لكم التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناجي على وجودك معانا، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. اعتقد ان هي كانت حلقه ممتعه جدا جدا بوجود الحقيقه التاريخ الكبير الكابتن احمد ناجي، ربنا يديله الصحه والعمر كده، ونفضل نشوفه بيطلع حراس وبيودي حراس للمنتخب الوطني. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره مباراه منتخبنا الوطني هتبقى الساعه 9، من الساعه 9 للساعه 11 ان شاء الله هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره بعد المباراه. الساعه 11 هنكون مع حضراتكم، وهيكون معايا نخبه من محللين قناه النادي الاهلي، نتكلم عن هذه المباراه الهامه جدا، اولى مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة بعد نهاية مباراة مصر وأنجولا إن شاء الله في البيت الكبير، نكون مع حضراتكم في تمام الساعة 11. أشكركم وأشوفكم بكرة إن شاء الله.